بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعزائي الطلبة، سنتناول في بداية درسنا لهذا اليوم تفسير آيات من سورة الرحمن، لما لنا من دور مهم في غرس القيم والقيم في قلوب أبنائنا وبناتنا الأعزاء. فبإذن الله سنقوم بشرح آيات من سورة الرحمن معاً، وسأطلب منكم بإذن الله حفظ هذه الآيات على مدار الحصص اللاحقة. أعزائي الطلبة، أرجو منكم حسن الاستماع لآيات من سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان أعزائي الطلبة، سورة الرحمن هي سورة مدنية عدد آياتها 78 آية. نزلت سورة الرحمن، سبب نزول سورة الرحمن ذكر في سببها قصة بأن سهيل ابن عمرو لما جاء وأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية كتب على علي ابن طالب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل اكتب كما كان يكتب آبائنا من قبل فنحن لا نعرف الرحمن، وهنا المقصود بالرحمن إلا رحمن اليمامة. رحمن اليمامة هو سيلمة الكذاب الذي ادعى النبي وادعى بأنه نزل عليه كلام من الله عز وجل. فقال علي، فلما قال علي بن أبي سهيل نحن لا نعرف الرحمن، أنزل الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. إذا أعزائي الطلبة، سبب نزول هذه الآيات الكريمة هو أن سهيل ابن عمرو قال بأنه لا يعرف الرحمن وإنما يعرف رحمن اليمامة وهو مسلم الكذاب الذي ادعى النبوة. بعد ذلك أعزائي، أيضا سورة الرحمن سميت بعروس القرآن لقول الحديث لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. بدأت الآيات الكريمة بكلمة الرحمن. الرحمن وكما نعلم هي اسم من أسماء الله الحسنى، وهي أيضا صفة من صفاته، فبدأت بالرحمن، والرحمن هي من الرحمة، الرحمة التي وسعت كل شيء. أعزائي الطلبة، بعد ذلك أكملت هذه الآيات الرحمن علم القرآن من أفضل النعم التي أنعم الله بها على عباده، لأنه أنعم علينا نعمة نزول القرآن الكريم. نزلت الآيات الكريمة علينا والقرآن الكريم ليكون في كل الأوقات. علم القرآن، علم القرآن خلق الإنسان. الله عز وجل يمتن على الإنسان بأنه خلقه، خلق النفس البشرية، خلق آدم عليه السلام، أيضا خلق كل شيء في هذا الوجود. علمه البيان، خلق البشر وعلم هذا الإنسان البيان، والمقصود هنا بالبيان هو التوضيح في الكلام والتبيين الكلام. فالإنسان
درجات في هذا الشيء. من الناس من يفصح في كلامه، ومن الناس من لا يستطيع الإفصاح، وإن استطاع الإفصاح فهو لا يستطيع أن يبين في هذا الكلام أو يوضح هذا الكلام. إذا لو نلاحظ الإنسان الأبتم، الإنسان الأبتم لو أراد إيصال معلومة لنا لتعب هو وتعبنا نحن معه حتى نفهم هذه العبارة أو هذه المعلومة. فدائما هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا أن نعطيها علينا حتى نكون دائما متميزين عن باقي الخلق. الشمس والقمر بحسبان بما خلق الله عز وجل أيضا من نعمته علينا وقدرته أيضا بأنه خلق الشمس والقمر بحسبان، أن الشمس والقمر تجري بحسبان دقيق جدا. فقال الله فقال الشمس، قال تعالى الشمس تجري لمستقر لها، وقال أيضا لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل بسابق النهار. وهذا نظام كامل، لو اختل هذا النظام لبعض الاختلاف لاضطربت حياتي كامل بأكملها. أعزائي الطلبة سأكتفي بهذا القدر من سورة الرحمن لنبدأ عنوان درسنا اليوم، وهي قاعدة جديدة من قواعد اللغة العربية وهي صور الفعل. أرجو من أعزائي الطلبة حفظ آيات من سورة الرحمن أول خمسة آيات. عنوان درسنا اليوم هو صور الفعل. قبل أن نبدأ بصور الفعل، أعزائي الطلبة دعونا نستذكر قليلا ما تم أخذه في الحصص السابقة. بداية تم أخذ الجملة، وقلنا بأن الجملة تقسم إلى قسمين، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وقلنا أن الجملة الإسمية تبدأ بمبتدأ، أركانها المبتدأ والخبر. أما الجملة الفعلية فإما أن تتكون من فعل وفاعل، ويسمى هنا الفعل وفعل لازم، فعل لازم لأنه لم يتعدى إلى مفعول به، وإما أن تتكون أركانها أيضا من فعل وفاعل ومفعول به، وإذا تعدت إلى مفعول به يسمى فعل متعدي. إذا تكلمنا عن الجملة، وتكلمنا أيضا في الحصص السابقة عن الفعل، وقلنا أن الفعل إما أن يأتي مبني وإما أن يأتي معرب، وقلنا أن الفعل الماضي والفعل الأمر دائما يأتي مبني، دائما مبني. أما فعل المضارع إما أن يأتي مبني وإما أن يأتي معرب، فإذا يأتي معرب دائما في كل حالاته وهو المتعارف على الفعل المضارع، لكن يأتي مبني في حالتين اثنتين، هما إذا اتصل بنون الترتيب أو إذا اتصل بنون النسوة. اليوم سيتمحور موضوع درسنا حول الفاعل. فما هو الفاعل؟ الفاعل هو من وقع عليه الفعل، أو هو من وقع عليه أو هو من قام بالفعل ووقع عليه الفعل. ثانيا يأتي الفعل قبل الفاعل، يأتي الفعل بعد يأتي الفاعل. الفاعل دائما مرفوع، دائما مرفوع كما تعلمنا. يرفع الفاعل بالفتحة إذا كان مفرد، ويرفع بالألف إذا كان مثنى، ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم. إذا أعزائي الطلبة، الفاعل هو الاسم الذي يقع فعله قبله ويقع عليه الفعل، ويكون دائما مرفوع بالضمة إذا كان مفرد، وبالألف إذا كان مثنى، وبالواو إذا كان جمع مذكر سالم. دعونا اليوم نتعرف على صور الفاعل، لكن من خلال هذه الأمثلة. يسأل
عن الفاعل بمن الذي؟ من الذي قام بهذا الفعل؟ جاء خالد، من الذي جاء؟ خالد. نقول من الذي جاء؟ خالد. إذا خالد هنا جاءت هي التي وقع عليها الفعل، فنقول هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنها جاءت مفردة، كلمة واحدة مفردة. دعونا الآن نتعرف ما هي صور الفعل. ما هي الفعل سنتعرف نعرف هذه الصور من خلال الإجابة على هذه الأمثلة. بداية قال تعالى وجاء السحرة فرعون. من الذي كنا نسأل عن الفاعل بمن؟ الذي. من الذي جاء فرعون؟ السحرة. ممتاز. إذا السحرة هنا ماذا تكون؟ هي فاعل، هي من وقع عليها الفعل. فنقول السحرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة الظاهرة على آخره. درس الطالبان الدرس. من الذي درس الدرس؟ الطالبان. إذا هنا الطالبان ماذا جاءت؟ مثنى، دلت على اثنين، فنقول درس هو فعل، والفعل مبني على الفتح، الطالبان هو فاعل مرفوع لأنه جاء. دائما قلنا أن الفعل يأتي مرفوع، لكن مرفوع بماذا؟ مرفوع بالألف. لماذا؟ لأنه جاء مثنى، مرفوع بالألف لأنه مثنى. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. لا يتخذ المؤمنون، من الذي لا يتخذ الكافرين أولياء؟ من الذي لا يتخذ الكافرين أولياء؟ هو المؤمنون، هم المؤمنون. من المؤمنون ماذا جاءت هنا؟ جاءت فاعل، والفعل قلنا أنه دائما مرفوع، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا ماذا؟ الواو. أحسنتم. لماذا الواو؟ لأنها جمع مذكر سالم، إذا مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. نلاحظ إذن أعزائي الطلبة في جميع الأمثلة السحرة، الطالبان، المؤمنون، هنا الفاعل جاء ماذا؟ جاء مفرد، دل على مفرد أو جمع، سواء مفرد أو جمع، لكنه جاء اسم ظاهر، اسم ظاهر بالنسبة لدينا. الطالبان نحن نعلم ما هما الطالبان، المؤمنون أيضا والسحرة، فنقول هنا جاء اسم ظاهر، اسم ظاهر. لماذا اسم ظاهر؟ طبعا الفاعل يأتي اسم ظاهر، سواء كان الاسم الظاهر إما مفرد مثل كلمة السحرة، أو الطالبان مثنى، أو المؤمنون جاءت جمع مذكر سالم. إذا ثلاثة حالات، سواء كانت جمع أو مفرد، جمع أو مفرد، أو جمع مذكر أو مثنى، في ثلاثة حالات يمكن أن يأتي الفاعل اسم ظاهر. ننتقل إلى مثال آخر. عمل هذا الموظف في شركة الكهرباء. من الذي عمل؟ عمل. من الذي عمل في شركة الكهرباء؟ هذا الموظف. إذا هذا هنا نحن نعلم بأنها اسم إشارة. اسم إشارة. هذا اسم إشارة. طيب
جاء مكان أو حل محل الفاعل، فنقول إنه اسم الإشارة هذا مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع فاعل. أيضا نقول إذا عمل هذا الموظف في شركة الكهرباء، من الذي عمل في شركة الكهرباء؟ هذا الموظف. هذا هنا جاءت اسم إشارة، اسم الإشارة يعرب اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. أيضا أكل هذان الرجلان الطعام، من الذي أكل الطعام؟ من الذي أكل الطعام؟ هو هذان الرجلان. إذا هذان هنا اسم إشارة أيضا، فنقول اسم إشارة مبني أيضا على السكون، مبني. ننتبه قليلا، هذان دلت على ماذا؟ على مثنى، فهي ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى، وإذا كانت ملحق بالمثنى تعرب إعراب المثنى. بماذا ترفع؟ بماذا يرفع المثنى؟ بالألف. إذن هنا أيضا هنا نقول اسم إشارة مرفوع كونه ملحق بالمثنى، نقول فاعل مرفوع تعرب فاعل مرفوع بماذا؟ بالألف، لأنه ملحق بالمثنى. إذن عمل هذا الموظف في شركة الكهرباء، قلنا هذا اسم إشارة، فأعربت اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. لكن أكل هذان الرجلان الطعام حالة استثنائية، هنا جاءت هذان ملحق بماذا؟ بالمثنى، فتعرب إعراب المثنى. المثنى يعرب يرفع بماذا؟ يرفع بالألف. إذا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى. ممكن؟ طيب. لا بدي أكمل. ملاحظة. إذا ملاحظة، هنا تعرب أسماء الإشارة كما قلنا قبل قليل، دائما بعرب أسماء الإشارة اسم إشارة مبني على ماذا؟ على السكون في محل، طبعا رح أرجع للجملة، هل هو في محل رفع فاعل أم هو في محل نصب مفعول به. أما كلمة أو اسم الإشارة تلك، تلك هنا تكون مبنية على الفتح، نقول اسم إشارة، اسم إشارة مبني على الفتح في محل، طبعا في محل، ورح أتوقف وأرجع للجملة، هل هو في محل رفع فاعل أم في محل نصب مفعول به؟ وسنتكلم عن المفعول به في حصة لاحقة بإذن الله. أما هذان وهاتان كما قلنا قبل قليل، هذان وهاتان الكلمتان أو أسماء الإشارة الاثنتان تقول هي ملحقة بالمثنى، فتعامل معاملة المثنى وتعرب إعراب المثنى، فنقول أنها ترفع بالألف لأنها ملحق بالمثنى. أمثلة أخرى، إذن ثاني صورة من صور الفاعل، الأولى قلنا اسم ظاهر، الثانية هي اسم إشارة، الآن سنأخذ النوع الثالث من صور الفاعل. ذهب الذي كان في المدرسة،
ذهب الذي كان في المدرسة. هنا ذهب، من الذي ذهب؟ الذي كان. الذي هنا جاء، نحن نعلم أنها اسم موصول، واسم الموصول لما بدي أعرب وبعرب نفس إعراب اسم الإشارة، أقول اسم إشارة مبني، هنا نقول اسم موصول مبني على ماذا؟ مبني أيضا على السكون، الأصل فيه أنه يبنى على السكون. إذا اسم اسم موصول مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل، نتكلم عن الفاعل. من الذي ذهب؟ الذي كان في المدرسة. هنا الذي جاءت محل الفاعل أو جاءت فاعل، فنقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. أيضا الجملة جملة عمل اللذان في المصنع، من الذي عمل في المصنع؟ من الذي عمل في المصنع؟ اللذان، فهنا اللذان ماذا جاءت؟ أيضا جاءت فاعل، فنقول لا أعربها اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، لا، اللذان هنا أيضا تعامل المثنى، فنحن نقول أن المثنى يرفع بالألف، هنا أيضا ترفع بالألف، فنقول عمل اللذان، هنا فاللذان جاءت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ماذا؟ ملحق بالمثنى. لأنه ملحق بالمثنى. إذن الملاحظة، تعرب الأسماء الموصولة دائما ماذا؟ دائما بعربها اسم موصول مبني أيضا مثلها مثل الأسماء الإشارة مبني على السكون في محل فراغ. رح أرجع للجملة، هل هو جاء محل الفاعل أم جاء محل المفعول؟ أما الذين قلنا قبل قليل أن تلك اسم الإشارة، تلك يأتي مبني على الفتح، وأيضا الذين هنا تأتي مبنية على الفتح. أما اللتان واللذان مثل ما قلنا قبل قليل، هذان وهاتان، هذان وهاتان، جاءت كلاهما ماذا؟ ملحقة بالمثنى. وأيضا من الأسماء الموصولة اللتان واللذان، فهي ملحقة بالمثنى وتعرب إعراب المثنى. ما هي الأسماء الموصولة؟ الأسماء الموصولة هي الذي التي الذين اللواتي اللتان واللذان والذين واللتين، وعندي ما وعندي أيضا من. اللتان أيضا الذين عنا التي الذي اللتان واللذان واللواتي أيضا اللتين هذه هي أسماء الموصولة وعنا ما ومن. ما ومن نكمل إذن ثالث نوع من أنواع المفعول صور الفاعل هي الاسم الموصول. اذكروا الله جميعا، مثال اذكروا الله جميعا. اذكروا، من الذي يذكر الله؟ الواو هنا ماذا جاءت؟ جاءت فاعل، فنقول الواو هنا واو الجماعة، واو الجماعة
نقول عنها ماذا تعرب؟ الضمير دائما يعرب ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان. هنا خلقنا من؟ خلق الله الإنسان، خلق الله الإنسان أصلها، فهنا جاءت بدل أو ضمير ينوب مكان لفظ الجلالة الله. لقد خلقنا، خلق الله الإنسان. خلق فعل، إنا هنا ماذا جاءت؟ قلنا ضمير، والضمير في محل رفع ماذا؟ في محل رفع فاعل. فنقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن هنا بماذا اتصلت؟ اتصل الفعل هنا بنون النسوة. نون النسوة جاءت هنا ماذا؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ملاحظة: تعرب ضمائر الرفع دائما ماذا؟ ضمير متصل، كما عربناها قبل قليل، ضمير متصل مبني على فراغ. طبعا رح أرجع للجملة، هل هو مبني على، مبني في محل رفع، في محل رفع فاعل، أم هو في محل نصب مفعول به؟ أعزائي الطلبة، إذا نتفق بأن صور الفاعل، نكتب تلخيص لصور الفاعل، صور الفاعل تقسم إلى 1 صور الفاعل. أولا قلنا اسم ظاهر، والاسم الظاهر سواء كان هل هو مفرد أو جمع أو مثنى، أيضا يقسم إلى اسم أو يأتي اسم إشارة، والاسم الإشارة الذي التي اللواتي كما ذكرناها، أيضا اسم موصول، ويأتي رقم 4 يأتي ضمير. سواء كان هذا الضمير متصل أم منفصل فهو يأتي في محل رفع فاعل. وتكلمنا فيما سبق عن الضمير، وقلنا أن الضمائر إما أن تأتي متصلة أو تأتي منفصلة. إذن أعزائي الطلبة، هذا تلخيص لصور الفاعل، 4 صور للفاعل كما ذكرناها قبل قليل. رح ناخذ واجب إن شاء الله، أرجو إجابته. عند الأمثلة. أوكي. تدريب: استخرج الفاعل وبين
ما نوع هذا الفاعل من الجمل الآتية؟ عندي جملة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أيضا قال تعالى الله يعلم سرهم ونجواهم. أيضا مثال نصوم شهر رمضان. قال تعالى خلقكم من نفس واحدة. أيضا جملة وصل الذي شارك في المسابقة. إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا صور قاعدة صور الفاعل. أرجو إجابة هذا التدريب وإرساله على الخاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.